ترجع الاهلي تاني؟ اكيد ده حلم مش نفسي، ده حلم، وحلم موجود وحلم مشروع لاي حد يعني، اكيد شرف كبير طبعا، واتمنى ان في اقرب وقت يا رب يكون ليا نصيب طبعا في اي مكان وفي اي مجال طبعا، ده شرف كبير يعني. اخدت كام بطولة مع النادي الاهلي؟ 18 الحمد لله، 18 18 وبرونزية يعني، قلت 19 ما شاء الله. كام الحمد سنة في لله. النادي الاهلي؟ خد بالك سنة بسألك ليه؟ لأن في بعض لكن الأجيال أنت عارف اللي هي طالعة، ف 5 سنين بالظبط يعني، سنة وبعد كده ثلاثة وبعد كده سنة، 5 سنين 18 بطولة الحمد لله، ما شرف شاء كبير الله. يعني الحمد لله. أربعة مين أفريقيا منهم الحمد لله، أربعة أه 4 دوري أبطال أفريقيا الحمد لله، ما شاء الله. أه الحمد لله يعني، طب والحمد ليه لله دايما أربعة مشارك فيهم يعني بفضل بتحب الله. أنت السوشيال ميديا ولا ما بتحبهاش؟ بلاش السؤال ده. ليه يعني؟ لا ما هو أنت لو بصيت على السوشيال ميديا هتعرف أنا بحبها ولا لا، مش هتلاقيني ما انا متواجد مش لاقيك خالص، أه عشان لا كده ما يعني بسألك. مش ما بحبهاش طبعا، هي موجودة، هي يعني هي رقم واحد في العصر اللي احنا فيه، بس انت وهي بتحبش تبقى متواجد فيها. يعني مش ما بحبش، بس لو حاجة مناسبة، حاجة ليها دور، حاجة بس مؤثرة. تاريخك مع النادي الاهلي طب برضو ماشي يعني، يظهر. انا عايز اقول حاجة مثلا، انا مثلا مع يعني على التليفون مثلا ما فيش غير الواتساب يعني، بس عشان اكون هو صريح ده. واضح اكتر، الانستجرام ده لسه بعد في البيت وضغط ومش عارف ايه، عملته تقريبا والله يمكن من 4 شهور 5، بس مش لحاجة انا يعني، انا يعني هو طبيعتك اه مش زي مثلا لكن تريزيجيه، تريزيجيه ما اه بيحبش لكن هي ليها دور كبير جدا جدا ومؤثرة بشكل كبير عشان جدا. خد بالك انت برضو يعني المكانه اللي انت وصلت لها برضو بالبطولات الحمد لله الحمد ومشاركتك لله. مع النادي الاهلي، برضو عملت اسم مع النادي الاهلي، فده دلوقتي هو اللي موجود. والله انا بلاقي حاجات، طب اقول لك حاجة يعني، بلاقي حاجات بتتبعت لي من ناس صحابي، الناس بتنزلها على الفيس، وحاجات ليه قديمة حلو ده. ومواقف يعني من الحاجات اللي انا ما بحبش اذكرها كتير، مثلا الكابتن سيد من سنتين كده ذكر موقف بعد 8 سنين، ذكره موقف بيني وبين النادي يعني، كل الناس اتكلمت عليه وبقت ترند زي ما بيقولوا، صح. وكل الاعلام بقى بيكلموني، وحاجه انا عمري ما ذكرتها ولا عمري هذكرها يعني، موقف بيني وبين النادي الكابتن سيد بعد 8 سنين ذكروا منه نفسه كده، وكان موجود في برنامج وذكر الموقف، لقيت مصر كلها بتكلمني يعني. هو ده دلوقتي بس وجودك مش يعني لا بقى متوقع يعني، لازم، بقى بحاول انت ما شاء الله عملت تاريخ، انت الحمد فاهم لله قصدي؟ الحمد فده لله حقك ان هو، لانك انت وصلت للمكانه دي مع النادي الاهلي، خصوصا كمان الجمهور كان بيحبك قوي، الحمد لله الحمد والناس لله في بشوفه والله، المسؤوله واخد بالك، الحمد لله وانت على بشوفه. المستوى الشخصي حتى ما فيش، لا ما الحمد عندكش لله مشاكل، مش لا زي لا ابراهيم سعيد يعني، عارف ابراهيم لا سعيد؟ لا لا الحمد لله الحمد لله يعني. فلازم تظهر، لانك انت من نجوم الكره المصريه بجد، الله ومن نجوم يكرمك النادي الله الاهلي يكرمك، يعني، ده الناس شرف حقيقي يا بتحبك، طارق. وكانت في ناس كثيره الحمد الجمهور لله كان مرتبط بيك الحمد يعني. لله الحمد لله، شرف كبير، وزي ما بقول انتماء النادي الاهلي هو اللي مخلي الواحد موجود دلوقتي، هو اللي مخلي دي حقيقه يعني، قلناها ما قلناش بس دي الحقيقه، صح. ان لا النادي الاهلي او تواجدك في النادي او اسمك، ارتباط اسمك بالنادي الاهلي خليك موجود في القنوات، موجود في الشارع، الناس بتحبك، موجود على السوشيال ميديا. ما هو هي الكوره مش فلوس بس على فكره طبعا. يعني هي الكوره اه فلوس اوكي طبعا ومستقبل، لكن في حاجات تانية بتعوض كتير من الفلوس. طب ف محبة الناس طبعا واسمك طبعا بيتردد طبعا ده وبطولاتك انا ببقى سعيد وكيانك جدا يعني، فدي دي بعيد عن لا انا المادة خالص. طبعا طبعا يعني ده انا ببقى سعيد جدا بده الحمد لله يعني. هسألك في حاجة بقى، انك انت كنت مميز في الباك رايت وكنت من اللعيبة الجامدة جدا، الله يكرمك يا رب رأيك في الحمد لله. محمد هاني؟